جماعة من المسلمين يقولون في تفسير قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، يقولون إن معنى ذلك أن صاحب الكبيرة في النار خالدا مخلدا لا يخرج منها، وأنه في الدنيا حكمه أنه كافر، فهل هذا الكلام صحيح حيث أننا ورثناه عن أهلنا وبلدنا؟ هذا كلام الخوارج، هذا كلام الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون المسلم بالكبيرة التي دون الشرك ودون الكفر، وهذا مذهب ضال وباطل. قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون ذلك يعني ما دون الشرك، ومنه قتل النفس يدخل في أنه تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لصاحبه وإن شاء عذب. وقوله خالدا فيها ليس المراد الخلود المؤبد، إنما المراد الخلود طول المكث، يمكث فيها طويلا لكنه لا يخلد فيها إلى الأبد. المسلم وإن كان عاصيا ودخل النار وعذب فإنه لا يخلد فيها، سواء قتل النفس أو غيره لا يخلد فيها، إنما يخلد الكافر والمشرك والعياذ بالله. أما الحاصل أن هذه عقيدة أهل الضلال من الخوارج والمعتزلة، نعم، ولا يجوز اعتقادهم. نعم.